ديال الراجل سمح فيا الراجل، جوج ولاد وصبره مع الحرة والمرة، ولا اني مش راجل مش مات. شي نهار يقول نجي عند ولادي شوفهم ولا نحسن بيهم ولا ما كاينش اخويا، ولا بدا خص المرأة تصبر على ولادها ولا ما قيتش الصبر وما قيتش الخير. غامرت ودرت مستحيل باش ما نجيش لدارنا، ولاني الله غالب تجي سكراني تكرفس عليا يضربني تعدى عليا يضربني انا والبنت. كنت عندي بنت صغيره كنت باغي حيت على ولادي، قلت فين ندير ولادي؟ الله ما تحت راجلي ولا تحت الوالدين، راك نهار يجي سكران يتكرفس علينا. تالي صافي خيخت في خطره ما بقيتش كنحمل، نمشي حتى لتما ما كنديروش حاجه خايبه من تحت الله، كنطلبوا الله الفجر في العصر في الظهر نقول يا ربي ما نطش، كنطلب الله من غير الله ما كاين ما نقولكش، ما كاينش اللي غيعرفك من غير الله تعالى وخوتنا المحسنين. شي ما نقولك لا ما نويتش كاع، ما نويتش انا تنخرج من دارنا، شي دارنا ما نويتش نخرج منها. يقول لك الولد ما انا ما قامت تحملت هذا الشيء، هذا دابا ما عارفاش راسي واش شي حاجه واش المهم الغيار وقع وزيت راسي. قلت لهم الله ما انا ولادي وانا ما عندي الراجل سمح فيا الراجل، جوج ولاد الولد جيت بيه حامله والبنت حتى صغيره ما عرفنيش هو، دابا ما عرفناش واش عارفين ميت ولا تحكمت المحكمه تجمع الفرد تجمع العالم كيعرفكش كاع. يقول ولادي ولا نجي نشوف ولادي ولا نشوف هذوك الناس. دابا سمير دابا راه دابا سمير 22 عام بلا يسرى، دابا 24 احسب 24 22 شحال من عام ما عمرنا تفكرنا. شي نهار يقول نجي عند ولادي شوفهم ولا نحسن بيهم ولا ما كاينش اخويا، كاينش كاع هادشي هذا والو. واخا ماشي مزيان كنت صابره على الولاد فين تمشي، ولا بدا خص المراه تصبر على ولادها وعلى ما قيتش الصبر وما قيتش الخير. سكنت في العربيه ما عمري سكنت في العربيه، وغامرت ودرت مستحيل باش ما نجيش لدارنا، ولاني الله غالب تقهرت وجيت لدارنا مشيت لا حوايج لا فراشي لا والو، جيت البنت وملايه ملايه ديال الولاد الصغار والبنت وجلابتي، ما جبت معايا حتى حاجه من داري وصبره مع الحره والمره، ولا اني مش راجل مش مات. جي سكراني تكرفس عليا يضربني تعدى عليا يضربني انا والبنت. كنت عندي بنت صغيره هربت له ما قيت حتى شي حلو، هربت جيت لدارنا كان كيضربني بزاف وكعرف العربيه البير وهذاك الشيء ديال طيب الخبز على برا وتحطب وهذيك، انا ما كنتش ما مسوقه انا ما عارفاش هذاك الشيء ديالهم تما، كنعيا كنعيا والو. سيري جيت بحالي كنت باغيه حيت على ولادي، قلت فين ندير ولادي؟ الله ما تحت راجلي ولا تحت الوالدين، راك نقول الله ما تحت ولادي وحده راجلي ومهم درقه وما تبقاش بحال هكا يا مرميه الجهه الجهه. اما حسن كيقول بنادم على ولادو ولا على بلادو، صبر المره والو. عيت نوب الاولى نوب الثانيه نوب الثالثه يا العصا العصا كيضرب لي النهار يجي سكران يتكرفس علينا. تالي صافي خيخت في خطره ما بقيتش كنحمل، نمشي حتى لتما بقيت كنقول صافي دارنا هادي، ولفت ولادي مع امي وشال غيارو ما نعرف ما نوقعش يولي المجاريه، مازال هو هو واخا غتولي له غادي تولي على من وليتي، غادي تولي على الخير ولا على شي حاجه غتولي على مشاكل، هي المشاكل غتولي عليهم ما غاديش تولي على الخير، غادي تعتم بيك ولاد وكاك ماشي ولادي كاع هذوك الولاد. يلا ما دار لي شحال مدنيه وقفوا معايا الناس الطبيطه فاطمه الله يكثر خيرها في البلديه الكبيره هادي هي اللي وقفت معايا في حال مدنيه. نكر البنت قال ماشي بنتي بنت انا ما عنديش البنت انا هي الولد. الله يهديهم الله يهدي البنات كاملين ما يديروش بحالي انا، انا ندمت على حياتي شي حياتي ندمت عليها، ما تصورش نوصل لهاد المرحله ولاني الله غالب ما قيت جهد لا جهد الله ولدي. والله يهدي البنات ما يديروش الحاله في راسهم ما يديروش الدل لراسهم، قسم دي يمشيو بالعز ولا بقاو في الدل هيموتوا في الدل بحال دابا انا متفدل
ما قلت الأحباب لا خوت لا عائلة عندي كبيرة، ولاني ما نعرف شنو دارهم من جيتي. أنا ما وصلهم حتى شي حاجة، كان شي عندهم كان ندخل عليهم وكل شي، ما كيعترفونيش، ما كيحسبونيش اختهم وكل شي، هما خواتاتي من با ولي ما كيعترفونيش. دابا راه شحال من العيد لهنايا ما عمر شي واحد دق عليا بابي. العيد ما عيشتش ولدي، شي العيد ناس معيدين وانا سد الباب. كتجيك هادي الناس القراب ليكم ما لحقونيش، ما لحقوني، ما لحقني حتى واحد. كنتفكرهم كاع ما كناش، كنبقى نبكي كنقول علاش انا شنو درت لهم، مجرمه دايره شي حاجه خايبه، كندير شي فساد، كندير شي عالم، والو ما كاينش هذاك الشيء. اي واحد سولو قول له نزا تقبط منه، نزا محترمه، نزا مزيانه، ما عمر نزا شنا منها شي حاجه خايبه. صغير وكبير سولو، ما كاينش كاع نزا خايبه ولا نزا كدير شي حاجه خايبه ولا كدير شي. كنجيني بحال شي غمه في قلبي، كنبغي شي خطره كتشدني من هنا، كنبغي الله يستر بحال كتبغي تخرجي شي حاجه من قلبي. كنبقى نفكر نفكر شي خطر كيطر لي النعاس، كنبقى جالسه كنبقى جالسه هكا حتى كنقول معاش ونصبح ولا ما نصبحش. تجيني صدمه قويه، زمان قاصح، زمان قاصح بزاف اولدي، قاصح بزاف. ما نويتش انا هاد الزمان يتبدل لي هكا، اللهم الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. شي اي حاجه دازت عليك امتحان عند الله تعالى، الحمد لله ليل ونهار. وكنطلب الله في الفجر في العصر في الظهر في المغرب، كنقول يا ربي من عندك، ماشي من البشر، كنقول من عندك يا ربي. لو بغيتي تعطيني من عندك تشوف فيا لوليداتي، هي نكبر وليداتي نوصلهم فيما بغاو. شي اللي كنطلب انايا كاع من الله تعالى، يشوفوا حالتي ويعاونوني، ما يدوزونيش، يشوفوني على هذه الحاله هذه وهذه المرميه اللي مرميه هنا، شوفوا من حالي ويعاونوني. واش ندير اودي؟ شكون اللي يعطيني دابا؟ حنا هضرنا على المعطيه، شكون اللي يعطيك؟ ما كاينش اللي يعطيك والو، ما كاينش اللي غايقول لك راه مسكينه ولا نحن عليها ولا. قلت لك انا خواتاتي وكل شيء والعالم امي وخويا ويني والو، ما كاينش هذيك الشفقه فيهم. كنطلب من خوتنا المحسنين يشوفوا هذه الحاله ويحسنوا بيا، الله يحسن بيهم، وقفوا معايا الله يوقف معاهم. وكنطلب الله يعطينا اللي فيها الخير ويعاونوني على وليداتي، هادشي اللي كنطلب الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.